بفكرة الفنان المبدع، استطاع إسماعيل ابن مدينة جيجل تحويل محله الخاص ببيع الشواء الكائن بحي الخدادة إلى لوحة فنية تأسن نظيرها، يوفر للزبائن ما لذ وطاب من مشويات وسط ديكور مميز. الحاجه اللي عجبتني بزاف انك تجي تاكل وتتمتع بالمناظر تاع جيجل هنايا. الرسومات تعبر عن السياحه في جيجل سواء بحريه ولا جبليه. توفق الى درجه كبيره في تهيئه هذا المحل تاعو اللي دار فيه لوحات تخليك تسافر في عده اماكن عبر الرسومات تاعو. المحل تاعو عنده جاذبيه خاصه، يخليك كل ما تجي تزيد تعاود تولي لعندو. الجامعي الفنان المختص في الشواء فشله في الحصول على وظيفة لم يكسر عزيمته للشروع في ممارسة نشاط بيع الشواء. كل الشباب تخرجت من الجامعة ما لقيتش عمل، قلت نفتح محل عند روحي. جاتني فكرة نخدم شواء، بما أنه عندي موهبة تاع الرسم قررت نزين المحل بأبسط الإمكانيات. رسمت بعض اللوحات على تمثل المعالم السياحية في جيجل، ركزت على جانب البحر. المحل تاعي أيضا سميته على البحر لأنه جيجل كما تعرفوا مدينة سياحية. ركزت على مدرسة رسام مشهور في أوروبا اسمه ليونيد أفريموف، فيهم الطريقة الانطباعية بألوان حية، وركزت أيضا على الواقعية في رسم السفن. ما يخفلكمش باللي هادو أدوات الرسم تكلفوا شوية، تحدينا الظروف وخدمنا هادو الحمد لله. مزج بين موهبته الإبداعية وإرادته المهنية، فأطور نشاطه بفتح محل يمثل لوحة إبداعية وعلى لوحاته الفنية. يقول إسماعيل إن غالبيتها مستوحاة من مدارس الفن، لم يكتفي برسمها فقط بل يأمل المشاركة في معارض وطنية ودولية.